في 2 يناير عام 1940 ولد صاحب السمو الملكي الأمير الراحل سعود الفيصل في الطائف، وهو الابن الثاني للملك فيصل. في عام 1964 حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة برينستون الأمريكية. بدأ حياته العملية في وزارة البترول والثروة المعدنية، وعمل مستشارا اقتصاديا لها. في عام 1970 تم تعيينه وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية. في مارس 1975 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزيرا للخارجية. في 29 من أبريل 2015 تم إعفاؤه من منصبه بناء على طلبه لظروفه الصحية، وعين وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء ومستشارا ومبعوثا خاصا للملك سلمان بن عبد العزيز ومشرفا على الشؤون الخارجية. 40 عاما أمضاها الفيصل وزيرا للخارجية ليصبح وزير الخارجية الأطول خدمة في العالم. 7 لغات أتقنها الفيصل بالإضافة إلى العربية، وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية والعبرية. في 9 يوليو 2015 انتقل الأمير سعود الفيصل إلى رحمة الله وصلي عليه في الحرم المكي، وكان من آخر أقواله: نحن لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها. سعود الفيصل تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.